يلا نبتدي تجربة شاور حلوة جدا، وكمان المية تكون نقية ونظيفة تماما مهما كانت المية متسخة. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نقدر نفلترها نعقمها تماما وتكون نظيفة. بلو شاور مقارنة بالشاور العادي اللي احنا طبعا هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنكونوا جاهزين معانا، يلا 3 2 1 هنشوف المية المش نظيفة وقوة الضغط قد ايه بتكون قوية مع بلو شاور. زي ما بنشوف مع بعض هنا عندنا الرذاذ بيكون عالي، شوفوا المية اللي بتطلع من عندي قد ايه بتكون نظيفة، مختلفة تماما عن يلا شوفوا المية والرذاذ بتاعها قد ايه رفيع جدا، لكن بريشر والضغط بتاع المية بيكون حلو. وكمان تقنية الفلترة المية بتطلع نظيفة تماما خالية من الرست او حتى الكلورين اللي بيكون موجود. خلينا نشوف عندي هنا العالية او الاعتيادية، لاحظوا المويه كيف عندي ملونة ما هي متصفية زي ما عند رانيا. خلينا نشوف كمان توزع المويه حيكون جدا مش منتظم زي ما هو عند رانيا. شوفوا قد ايه هنا حلوة المية، نظيفة معقمة تماما خالية من الكلورين، خالية من حبيبات الرمل، وكمان الصدى اللي بيكون موجود وطالع من المواسير بتاعت المية. اكيد متفلتره تماما ونقيه بفضل بلو شاور من الماركه السويسريه اللي احنا بنتكلم عليها. بالاضافه كمان في استهلاك الميه، خلاص كده خلصنا استهلاك الميه. شوفوا الضغط اللي انا وريته لكم استهلك بس شويه قد كده، يعني كمان حتى الكونسومشن او الاستهلاك لفاتوره الميه بيكون قليل، لكن بننعم بتجربه شاور نقيه نظيفه حلوه وميه متعقمه تماما خاليه من الكلورين، خاليه من الحبيبات، خاليه من الرمل، وفي نفس الوقت وفرنا من فاتوره الميه. لكن عندي تعبير عندي انا، شوفوا كميه الميه اللي عندي اللي استهلكناها، احنا في نفس على فكره احنا نفس المده، كميه الميه جدا عاليه، هذا دليل على استهلاك في فاتورة الموية اللي بتكون عندنا. لاحظوا الموية عندنا كثير وسخة، فيها رواسب، فيها مواد كلسية، فيها بكتيريا، فيها مواد مضرة. يلا علشان كده نتكلم مع بعض ونتكلم على العرض والأوفر المميز اللي احنا بنقدمه لكم النهاردة من الماركة السويسرية بلو، اللي طبعا ليها كتير من الامتيازات اللي احنا بنتكلم عليها. لكن تعالوا نشوف هنا عندنا من السبلاير الخاص لبلو، جبنا من الكاستومرز كل المواسير وايضا الشاور هيدز او رؤوس الشاور اللي بعد فتره بيحصل ان بيتكون فيها الاملاح، بيتكون فيها الصوديوم، بيتكون فيها الكلورين، بيتكون فيها كمان الصدى، ده علشان الميه اساسا ما بيكونش نظيفه. طبعا اكيد بتكون المويه ما هي نظيفه. خلينا نشوف ايضا بعض الصور اللي هنا عندنا، شوفوا هذا اليوتيوب كيف وسخ، في رمل عندنا، في مواد كلسيه، في مواد كيميائيه بتاكل الحديد، بتاكل الحديد، شوفوا الحديد، تخيلوا هذا الشيء على اجسامنا نحن، ايش اللي قاعد يصير عندنا في جسمنا؟ شوفوا كيف مختلف الانواع اللي بتكون عندنا سواء في الراس تبع الدش او في المواسير. بالظبط، وعلشان كده بنشوف ان احنا اكيد عايزين نتخلص من كل الحاجات دي، عايزين الميه تنزل على جسمنا نظيفه بدل ما يحصل مشكله في تساقط الشعر او حتى كمان الجسم بتاعنا بيتاذي. زي ما بنشوف دلوقتي انه كتير جدا من طبعا النيوز اللي احنا شفناها او الاخبار اللي بتتكلم على تجربه الشاور اللي هي بتكون مش كويسه، وايضا كمان تساقط الشعر، الشعر اللي بيكون متقص، كل دي مشاكل احنا بنتعرض لها واكيد مش حابينها تماما. لكن احنا بنتكلم على شاور كله عباره عن مجموعه من الفلاتر مع بعضها اللي بتساعد على ان هي تعقم الميه. زي ما بنشوف معاكي يا عبير طبعا هنا بنشوف احنا عندنا فلاتر كثيره بتقوم بترشيح المويه، زي ما انتم شايفين هنا عندنا هذا اللي هو الترشيح الفولاذي او الماده الفولاذيه اللي بترشح عندنا، وعندنا هنا كمان برضه ترشيح اخر، وايضا كمان عندنا اللي هي راس الدش اللي تتكون من 244 ثقب صغير حتى تضمن عندنا المويه بتكون بتجينا بشكل اكثر صفاء. خلينا نشوف مع رانيا التفاصيل اكثر. هنا احنا بنتكلم على راس الشاور موجوده عندنا من بلو شاور، وهنا ال 244 فتحه. تعالوا نشوف المراحل اللي احنا بنتكلم عليها. اول حاجه من المرحله اللي هنا اللي بيكون فيها الفلتر المعقم، تديني دي بس عبير، هنا بيكون الفلتر الاساسي اللي بيتحط هنا، ودي اول مرحله احنا بنعقم بيها كل الكلورين، الحبيبات، الرمله، وبتخش الميه للمراحل الثانيه زي ما بنشوف مع بعض على الشاور الموجود. كل ده في الراس بيكون في اكتر من مرحله كلها مع بعضها، وبنشوف انه طبعا التغيير بتاعها بيكون اكتر من رائع. هنا بنشوف انه عندنا الراس بتاعت الشاور بمجرد ما احنا بنحطها بالشكل ده بيكون عندنا طبعا الشاور الموجود، بالاضافه كمان ان هنا ده الجزء الثاني اللي بيتحط عليه،
وكمان دخولا للجزء الثالث. دي اول مرحله، وبعد كده المرحله الثانيه اللي هي زي ما بنشوف ترانسبيرنت شويه، شفافه وفيها فتحات كتيره مايكرو علشان تطلع كل الجزيئات الكلورين، وبيترسب هنا كمان برضو هنا الفلتر فيه الكربون، الحبيبات بتاعه الكربون. اخر مرحله وهو ال 244 فتحه اللي احنا شايفينها الثقوب، هي دي اللي بتعمل بريشر، اللي بتعمل الرذاذ بتاع الميه، وفي نفس الوقت كمان بتعقم كل الميكروبات او حتى البكتيريا الجراثيم، الحويصلات اللي هي بتكون صغيره، وتركيبها كمان بيكون اسهل من رائع هنا في راس الشاور. فبيكون مراحل التعقيم من هنا وكمان مراحل متعدده في الراس بتاعت الشاور، فعشان كده الميه بتطلع نظيفه كلين نقيه. خلينا نشوف اللي هو الاعتياديه اللي عندنا دائما، خلينا نشوف كميه الصدى اللي متراكم هنا عندنا في فتحات تبعت راس الدش عندنا، ايضا هنا خلينا نشوف بعد فترات كثيره، مثلا بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنه من استخدامنا للدش حنلاحظ انه عندنا هنا تراكم للصدى، تراكم اللي هو الرواسب الكلسيه، البكتيريا، الملوثات كلها بتتراكم عندنا. خلينا نشوف ايضا هنا عندنا الفلاتر الثانيه ايضا اللي تتراكم ايضا فيها كل ده بيكون صدى، كل ده بيأثر بصو علينا وعلى جسمنا وعلى الشعر. على الشعر طبعا. انا هقول لكم على حاجه، دي البدايه، اول ما بيكون عندنا الشاور ده بيكون الفلتر الاساسي، شوفوا قد ايه بيكون نضيف، وده الفلتر الثاني الموجود في راس الشاور، دي المرحله رقم واحد من اول استخدام. بعد كده هنا بنشوف انه على طول بعد شهر، بعد شهر بيكون الميه كده، بعد 3 شهور ممكن كده، بعد 6 شهور او 7 شهور بتوصل المرحله دي، فعلشان كده دايما احنا لازم نغير طبعا الفلاتر بمنتهى السهوله علشان نحصل على النقاوه. وده طبعا الميزه في الشاور اللي احنا بنقدمه النهارده، ان هو بيساعد على ازاله 99% من البكتيريا، الكلور، الاتربه، الشوائب الصلبه من مياه الاستحمام، واحدث تكنولوجيا تقنيه النانو لتجربه الاستحمام الرائعه. هنا السعر 349 ريال سعودي، العرض مميز جدا حصري على سيتروس عالم التسوق مع 3 هدايا، هي 3 فلاتر انتم بتحصلوا عليها كهديه مجانيه. يلا نشوف العرض اللي انتم بتحصلوا عليه. خلينا نشوف عندنا الكومبوننت تبعتها او المكونات تبعتها، عندنا بتكون راس الدش عندنا زي ما انتم شايفين، بيجي معاه اللي هو 2 من الفلاتر اللي موجوده هنا عندكم زي ما انتم شايفين. الفلاتر هذه وهنا ويجي معاها ايضا وهنا ده السعر الموجود في الماركت اللي هو 349 ريال سعودي بس على راس الشاور، وكمان بيجي معاهم الـ2 من الفلتر، لكن احنا عرض حصري مميز. جدا 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 بنفس السعر 349 ريال سعودي بتحصلوا على 3 فلاتر كمان تنقيه هديه مجانيه، وايضا كمان هنا الشنطه الخاصه اللي هي الترافل سايز، بحيث ان يكون عندكم تجربه الاستحمام تحافظوا عليها جوه البيت وحتى حتى بره البيت او حتى وانتم مسافرين بمنتهى السهوله، ونقدر ان احنا نغير راس الشاور بطريقه عمليه وسهله. وزي ما انتم شايفين هنا، خلينا نشوف هنا انه الراس تبعها هو راس ستاندرد، يعني بامكانكم انكم انتم تستخدموه، سهل ايضا سهل على جدا طول. انك انت تفكوه، وسهل جدا انكم تحطوه، ممكن تروحوا بالفنادق، ممكن تروحوا باي مكان تقدروا تحطوه. على فكره والستاندرد ما يحتاج عندك انك تكون في سباك او شيء، سهل جدا انك تحطي، فقط مجرد لفه صغيره تحطها على طول بيكون اشتغل عندك الفلتر، وعلى طول دايركت انت بامكانك انك تحطه. سهل جدا، يعني مش محتاجه راجل معاكي في البيت ولا محتاجه سباك او حد يجي. لكن هنا بنشوف ان انتوا العرض اللي بتاخدوه راس الشاور الاثنين فلتر وكمان 3 فلتر هديه مجانيه انتوا بتحصلوا عليها عشان يكمل معاكم لفتره طويله، وتقدروا تستعملوا طبعا تقنيه الاستحمام وكمان الشعور بتاع الاستحمام اللي هو الرائع مع الفلاتر المميزه اللي انتوا بتحصلوا عليها، بالاضافه كمان للشنطه اللي هي الترافل سايز هديه مجانيه. كل دول فقط بسعر 349 ريال سعودي، وقد ايه بيكون حلو جدا وبيكون رائع. هنا شايفين طبعا انه هنا الشاور جل، يلا هذه العلبه حقتها بتكون علبه جدا حلوه عندك الهدف قدامك. هنا الشنطه تبعتها، على فكره الشنطه مقاومه للماء، فانت بامكانك انك تفتحوها كذا تحطوا فيها، شوفوا كيف، شوفوا التفاصيل تبعتها، خلينا نوريكم اياها، شوفوا التفاصيل تبعتها من جوا، بامكانك تحطوها داخل وسهل جدا دخولها، وسهل جدا انكم تقفلوها بهذه الطريقه، رايحين راجعين
وهكذا. معنا الشاور بتاعنا بنحافظ على النظافه واكثر بالذات هذه الفتره اللي هي فتره كورونا الاهتمام بالنظافه وبعيد عن البكتيريا وعن الرواسب الكلسيه وعن كل الملوثات. اكيد طبعا، وعلشان كده بنشوف ان احنا اكيد لازم يكون عندنا تجارب كتير مميزه. لكن تعالوا نفتكر السعر مع بعض، السعر اكتر من رائع لان احنا بنتكلم على ماركه نالت ثقه اكبر السلاسل الفندقيه زي سوفيتيل، نوفوتيل، وكمان جي دبليو ماريوت وغيرها من الفنادق الاكثر من 5 نجوم حول العالم. فلتر الدش رقم 1 في العالم، ودلوقتي حالا في المملكه طبعا بمنتهى السهوله بتقدروا تحصلوا عليها بتقنيه رائعه، وايضا كمان حصريه لسيتروس عالم التسوق الشاور مع 5 فلاتر هديه مجانيه ومع الشنطه اللي بتحصلوا عليها فقط بسعر 349 ريال سعودي. خلينا نشوف قوه الرداد اللي في هذا الدش اللي هو دش بلو اللي بيتميز بالعديد من التقنيات المفيده. خلينا نشوف، على قد ما هو قوي لكنه كثير لطيف على الجلد. خلينا نشوف التجربه هذه مع رانيا. يس، لانه احنا طبعا بنتكلم على في انواع من الشاور او ضغط الميه بيكون كتير فبيسبب حكه على الجسم وده بيكون بيتعبنا جدا، لكن هنا بنشوف ان هو الضغط بيكون قوي جدا وفي نفس الوقت بيوفر في استهلاك الميه وكمان بيخلينا ان احنا نحصل على التدليك. ليه؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. التنظيف كمان للبشره وللجلد بيكون سهل جدا مع بلو شاور، بمجرد ما احنا شايفين هنا البالونه كانها هي سنسيتيف جدا، مثال حي على طبعا الجسم، وبنشوف هنا انه بمجرد ما احنا بنضغط على طول على البريشر بنشوف ان هو اكيد بيساعد على التنظيف وبيخلينا ان احنا نحصل على التنظيف المطلوب. لكن كمان الحلو انه الرذاذ اللي بيطلع منه وكمان بيخبط على الجسم فهو بيساعد على ان هو يعمل النيجاتيف ايونز. النيجاتيف ايونز او الايونات اللي هي النيجاتيف دي في نفس الوقت شوفوا قد ايه حنينه وناعمه جدا على الجسم، لكن في نفس الوقت النيجاتيف ايونز هي دي اللي بتتولد في الاماكن الطبيعه زي مثلا الشلالات او الاماكن اللي هي فيها امطار كتير. الريحه اللي احنا بنشمها هي دي الايونات السلبه اللي بتساعد على ان هي تحفز الجهاز المناعي، تعمل كمان تدليك للدوره الدمويه، فده بيأثر على انه يدينا تجديد للخلايا بتاعه البشره السكن، وكمان برده بيساعد على ان هو يدينا تجديد للدوره الدمويه وحفاظ على الشعر. اكيد طبعا، وهنا زي ما انتم شايفين عندنا اللي هو الغبار اللي ممكن يصاب او الوساخه اللي ممكن تجي على الجسم، خلينا نشوف كيف ان هي تخلص منها حتى لو على مسافه بعيده جدا، لو زي ما احنا بناخذ الدش، خلينا نشوف كيف. واو، شوفي كيف كل الاوساخ اتشالت وصوته طبعا جدا هادي. لاحظي بشيء بسيط جدا كان احنا تخلصنا من كل الاوساخ اللي بتكون موجوده في على الجسم. كمان لو نلاحظ كيف انه هو جدا هادي، يعني لطيف على الجلد جداً ولطيف جداً على البشره، وبيحسن من جودتها ونعومتها وبصحي صحي وامن وموفر. يعني صحيح، احسن من كده. يعني احنا النهارده بنتكلم على ماركه سويسريه، الماركه السويسريه بلو هي اكتر حاجه بتهتم بيها تنقيه الميه وتنقيه الهواء. فلتر الاستحمام الايوني اللي هو بيساعد على انه يفرز النيجاتيف ايونز اللي بيوقف تساقط الشعر، وكمان عنايه فائقه بالبشره. بيحتوي كمان على تقنيه ال NMC فلتر، وده اللي بيخلي الميه كلها ينقيها تماما من الكلورين الصدى، وايضا كمان بيزيل 99% من ملوثات الميه. مقارنه بالشاور العادي الموجود في فرق كبير جدا في استهلاك الميه، في رذاذ الميه اللي بيطلع وقوه الضغط بتاعه الميه اللي بتكون ناعمه على الجسم، وايضا كمان من 244 فتحه اللي بتساعد على انه الضغط بيكون قوي، بيعمل تدليك، بيحفز الدوره الدمويه، وده اللي بيخلي الجسم بتاعنا يجدد البشره وكمان يجدد الشعر، فبالتالي ما فيش اي تساقط ولا حتى القشره ولا حتى التقصف بتاع الشعر. طبعا خلينا نشوف هنا في تجربتنا بين الفرق بين الدش البلو وبين الدش العادي اللي عندنا موجود في البيت. خلينا نشوف، تعالي نشوف الميه في الاول. هنا طبعا شكله مختلف طبعا عن هناك. خلينا نشوف هل المويه اللي عندنا هنا راح تتصفى ولا حتكون نفس الشيء. خلينا نشوف. هنا بنشوف طبعا الفرق. عند عبير شفنا الفتحات اللي هي الكبيره، لكن هنا 244 فتحه احنا شايفينها مع بعض، كمان كلها بتكون قويه دقيقه جدا عشان تحبس كل الفيروسات والبكتيريا. الميه هي دي الميه اللي ممكن تكون موجوده من المنبع الاساسي بس تكون في فيها غبار بتعمل الصدى، فيها ملوثات. يلا 3 2 1، يلا خلينا نشوف. بنشوف الفرق بين المويه اللي عندي وبين رانيا، بين فلتر اللي هو عندنا لراس الدش تبع بلو بيختلف. واو، شوفوا ناعمة جدا وفي نفس الوقت المية نازلة، ان هي نقية جدا بفضل الفلاتر اللي بنحصل عليها. شوفوا احنا عندنا الموية اللي عندنا، شوفوا كيف الموية، هذا راس الدش العادي عندنا الموية بتكون ملونة، شوفوا كيف. طبعا يعني ما اقول لكم كمية البكتيريا، الملوثات، الرواسب الكلسية، غير المشاكل اللي بتكون هنا عندنا. شوفوا المية نازلة ستريت، شوفوا البريشر كله نازل
ستريت زي ما احنا شايفين مع بعض. ستريت هنا طبعا بزوايا مختلفة. وهنا عندك بزوايا، او احيانا ممكن تلاقي حاجه فاتحه طالعه على الناحيه الثانيه. لكن هنا كمان الجدار انا عندي هنا كثير مليان فير بعكس الجدار. شوفوا استهلاك المية عندي قليل ازاي، لكن شوفوا استهلاك المية عند عبير. او ماي جاد، انا كده يعني فاتوره الكهرباء هدفع كتير. لاحظي كيف عندي هنا، شوفي عندك بيكون جدا صافي وكلير عندي، لان احنا طبعا بنتكلم على شاور بيكون فيه الفلتر المميز اللي هو بيساعد على تنقيه المياه. ليه المياه بتطلع كده؟ بسبب الفلاتر اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الفلاتر الايونيه اللي بخاصيه الان ام سي اللي هي بتساعد على هي دي الفلاتر اللي موجوده اللي بتساعد على تنقيه المياه. لكن العرض اللي احنا بنتكلم عليه النهارده قد ايه بيكون رائع؟ السعر فقط 349 ريال سعودي بتحصلوا عليه، بيعمل على ازاله 99% من البكتيريا والكلور والاتربه والشوائب الصلبه، احدث تكنولوجيا في تقنيه النانو لتجربه الاستحمام، ومزود بفلتر ان ام سي. السعر ولا اروع 349 ريال سعودي بخصم جدا، ومعانا الهديه بتكون ثلاثه من الفلاتر اللي بتكون مميزة. استمتعوا بتجربة الشاور الرائعة واحصلوا على أحلى شاور مع ماركة سويسرية بلو. Especially here in Dubai, it's a big problem. Definitely go for it. It's important.